وإلى موضوع آخر، فبدعوة من فرنسا شاركت تونس ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية في فعاليات الاحتفال بمرور 70 سنة على تأسيس الضمان الاجتماعي. هذه الدعوة جاءت اعترافا بنجاح التجربة التونسية في المجال. شاركت تونس في هذه التظاهرة بدعوة من الحكومة الفرنسية ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي، لتكون تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد الحاضر في هذه المناسبة. احنا الضمان الاجتماعي في تونس عريق ومش من اليوم، ولكن ثم تأثير النظام الفرنساوي على التشريع التونسي، هذا موجود. لكن احنا اليوم تعدينا اوني باسي دان كرون، تعدينا خطوة أخرى. الضمان الاجتماعي خدم المجتمع التونسي، خدم المواطنين التونسي، لكن جاء وقت باش نقوموا بإصلاحات وإصلاحات جذرية. وركز وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلته على الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية للنهوض بالقطاع بالتشاور مع المنظمات النقابية إعدادا لمخطط التنمية 2016-2020، بما في ذلك تأخير سن التقاعد وبرامج المساعدات الاجتماعية للعائلات المعوزة والحوكمة الرشيدة في الصناديق الاجتماعية. منظومة الضمان الاجتماعي الفرنسية قادرة على إنشاء شراكة مع مؤسسات أجنبية أخرى، وهذا يعني أن النموذج الفرنسي بإمكان بلدان أخرى أن تتبناه حسب خصوصياتها، وهذا ما قامت به تونس، وأنا سعيدة بوجود الوزير التونسي اليوم. وعلى هامش هذه التظاهرة اجتمع الوزير التونسي بوزيرة الشغل الفرنسية مريم الخمري لبحث التعاون بين البلدين في مجال الشغل والنقابات. الحكومة التونسية ركزت على مسألة الحوار الاجتماعي لضمان حقوق العمال وللحد من المنافسة غير المشروعة عبر الاتفاقيات القطاعية، وفرنسا ملتزمة بتوفير خبراتها في هذا المجال. هذا وشهد الاحتفال حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي اختتم فعاليات هذه التظاهرة. احتفال فرنسا بالذكرى 70 للضمان الاجتماعي يوازي مرور 55 عاما على تأسيس تونس لهذه المنظومة التي تطورت وأدت إلى إرساء مشروع أرضية للحماية الاجتماعية التي تحمل تصورا لحماية اجتماعية لكل التونسيين دون استثناء، وسيما التالي بالتلفزة الوطنية التونسية باريس.